FM. الكلمة ليك. فما حرب زعامة بينك وبين سالم الأبيض ولا لا؟ مستحيل ما عندها. بالعكس احنا احلى اللي نجحنا فيه في السنوات هذه القليلة في عمر حركة الشعب يعني نجحنا كرسنا برشا تقاليد نعتبرها مهمة ومهمة جدا. أولا احنا حركة عملنا هذا المؤتمر الثاني اللي برشا أحزاب ما عملتش مؤتمرها الأولي لحد الآن. احنا في من 2011 عملنا مؤتمر تأسيسي ثم المؤتمر الأول. طبعا عشنا مخاض بين المؤتمرين وعملناهم بزوز انتخابات بالانتخابات. وتعرف انت الانتخابات في مجتمع متخلف ديمقراطيا ماذا يمكن ان تخلفها في الاحزاب السياسيه؟ طبعا وعانينا منها في المؤتمر الاول وان شاء الله المؤتمر هذا احنا نعتبره ان نضجنا برشا وتقدمنا برشا. لاني انا البارح مثلا كنت فرحان برشا وقبل ما تعلن على نتائج الانتخابات وانا اتابع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي لمناضلي الحركه ان الناس الاغلبيه ما يهمهاش ياسر شكون يكون في القياده بقدر ما يهم ان الحركه دي تستمر وتكبر يعني ما يهمهاش في الاسماء. عملنا مسرورين جدا لان عملنا مؤتمر ضخم عملنا في قصر القبه كما يليق بالحركه الشعب باعتباره حزب كبير ويليق بتيار كبير في تونس اللي هو التيار الوطني والتيار الحروبي واللي احنا نعتبره تعبيره سياسيه لهذا التيار. عملنا مؤتمر في أجواء ديمقراطية ورغم الشد والتجاذبات في بعض الأحيان ولكن نجحنا أن نخرج من لحظات عشناها في المؤتمر صعيبة فيها برشة تناقضات وبرشة كذا. أنا تحملت مسؤوليتي وقدمت قائمة فيها كل التوجهات والوجهات النظر في الحركة وحتى الأجيال وإحنا حركة كبيرة فيها كل هذا باش نستمر وباش نطور وباش نعطي ملوك جديد للمشروع القومي في تونس باش نعطي ملوك جديد للمشروع الوطني في تونس باش نقدموا بدائل حقيقيه للتوانسه باش نقولوا للتوانسه راه المشروع هذا مش غريب على تونس راه ولد تونس راه معناتها التونسه نتاع المشروع هذا طبعا هو متونس من قبل لما ثم الناس حبت ما نحب نذكر التوانسه راه هذا ولد فرحات عشاد ولد الثعالبي ولد صلاح بن يوسف ولد يعني احلام وتونسيين وتونسيات كثيره حلموا بالمشروع هذا ونجحنا في الاخر لان تقدم شينا للانتخابات وكانت انتخابات مهمة لأنه المكتب السياسي لحركة الشعب في 31 يعني عضو تقدموا تقريبا أكثر من 60 المجلس الوطني 50 تقدموا تقريبا 106 كل الهياكل يعني كان ثم منافسة كبيرة وحتى ذاك علاش ربما ما يفسر حتى عملية الفرز تأخرنا برشا لأنه كانت برشا منافسة في الأخر يعني أفرز انتخب المكتب السياسي الكلمة ليك.